اسالني الاخ الصحفي درك على قضيه التقاعد، وكنا تكلمنا على هذا الموضوع، احتساب الخدمه الوطنيه والاستبقاء والاستدعاء الان فصاعدا يدخلوا في التقاعد، في حساب التقاعد للمستفيدين من التقاعد ما بعد 60 سنه، اللي يدخل في التقاعد العادي يستفيد من خدمات من هذه الميزه، من هذا الامتياز اللي هو سنوات الخدمه الوطنيه استفاد منها، وفي سنوات الخدمه الوطنيه ولا الاستبقاء ولا الاستدعاء يستفاد منها في لاروتريت، ويستفاد منها في الترقيه وفي المسار المهني تاعو. وهذا ايضا مكسب اجتماعي يضاف الى المكاسب الاجتماعيه الاخرى اللي لازم ايضا نثمنوه. تبقى يعني اللي استفادوا من التقاعد النسبي قبل والتقاعد دون شرط السن، لهذا راهو توقف في سنه 2016، هادو مستثنين من العمليه لانه الموضوع يمس الا اللي راح يستفادوا من التقاعد العادي بعد 60 سنه.